طبعا يعني لن ننسى دور حضرتك في أفريقيا وفي التقارب مع دول أفريقيا، كيف كان الحال في هذه الفترة؟ كان أفريقيا كلها ما كانش فيها غير دولتين مستقلتين غير مصر، يعني أيوة. ليبيريا في الغرب وإثيوبيا في الشرق فقط. إثيوبيا وليبيريا والباقي كله تحت الاستعمار. كله تحت الاستعمار. حتى السودان مثلا كان حواليه 7 دول يعني فيها استعمار فرنساوي وإنجليزي وبلجيكي برتغالي وهولندي. هولندي. فكان برضو ده أمن السودان كان مهم. فإذن وكان يعني الاستعمار التقليدي كان في أواخر أيامه. الفترة اللي كان فيها الاستعمار التقليدي يعني بيغرب والاستعمار الجديد جاي، فكان الاستعمار شرس جدا في الفترة دي بالذات. فإحنا وكان حركة تحرير العالم كبرت قوي. فإحنا دخلنا في العملية دي باعتبار مصالحنا أيضا كانت مرتبطة بين، زي ما إحنا كان السودان في عجم 2، كان يا إما هيبقى وحدة إحنا مع السودان وبالتالي هيبقى حدودنا مع كل البلاد دي. فإذا هنبص نلاقي نفسنا في مواجهة الاستعمار كله. أو السودان لو استقل، أمن السودان أيضا ده موضوع بيهمنا جدا. فإذا أمن السودان برضو ده كان من العوامل اللي حركتنا في داخل. الحاجة الثانية كان وقتها مقاومة إسرائيل. إسرائيل كانت بتجد أن أفريقيا أنسب حاجة لها، عدد من الدول بيتأهب للاستقلال وبالتالي بترتب أمورها عشان تدخل. فكان في الحصار الاقتصادي اللي كان موجود عليها، فكنا فعلا في سبق معاهم. يعني فعلا كان لنا وزن في المحيط الافريقي. ده وزن كبير جدا. افريقيا مش بقى 67 افريقيا كلها قطعت علاقتها مع اسرائيل. ايوه تقريبا معظمهم يعني. الدول الافريقيه قطعت علاقتها مع اسرائيل بعد العدوان اللي كان عندهم. طبعا. فدي كانت فتره مهمه جدا. كان من مصلحتنا ان احنا الحاجه الثانيه انه الدول الاستعماريه كانت بتحاربنا حقيقة يعني.